الاعداد على العداد ابيكاس، الاعداد الكبيره. المره اللي فاتت عرفنا ازاي ان احنا نمثل الاعداد من اول واحد لحد 20. عرفنا ان الخرزات العلويه دي كل واحده فيهم بخمسه، الخرزات السفليه كل واحد بواحد، وعرفنا ان الخانه دي احاد ودي عشرات ودي مئات، وعرفنا ازاي ان احنا نمثل الاعداد من اول واحد ل20. طيب المره دي هنتعلم مجموعه من التدريبات عشان توضح لي الارقام اللي انا عايزه امثلها. ممكن في الاول ان انت تستعمل كراسه وقلم لو انت عايز تحدد ما انتش عارف قوي تستعمل العداد، او عشان ان احنا نوضح لكم. طيب حاجه مثلا زي الرقم 34، احدده ازاي الرقم ده على العداد؟ هاجي هنا ادي الاحاد ادي العشرات، ماشي. الوضع اللي انا هحدد بيه الرسم اللي انا هرسمه على الكراسه هو اللي انا هعمله على العداد. طب 34 يبقى انا هرفع الخرزات السفليه، ادي 1 2 3 4. 30 يبقى في الخانه بتاعت العشرات 1 2 3. طيب هاجي اشوف الكلام ده على العداد ازاي، ادي 1 2 3 4. 1 2 3 يبقى ده كده تمثيل الرقم 34. طيب نشوف رقم تاني، 56. ادي كأن العداد بتاعي اهو. طيب عايزه احدد العدد 56، ماشي. طيب 6 يعني 5 و1، 5 يبقى خرزه العلويه تنزل، ادي الخمسه وادي الواحد، يبقى دي كده 6 و50، الخمسه ده في العشرات، يبقى الخرزه العلويه اللي هي بال50. يبقى اجي احدد العداد بتاعي، يبقى ادي ال6 ادي الخمسه وادي اهو اهو، واضحه كده على العداد يا جماعه؟ 56 اتحددت ازاي. طيب 71 احددها ازاي؟ 1 يبقى خرزه من الخرزات السفليه في الاحاد تطلع، 70 يبقى الخمسه بتاعت العشرات ومعاها خرزتين من تحت. اجي احدد على العداد، يبقى ادي الواحد، طلعت الواحد اهو، 70 يبقى دي الخمسة ويطلع معايا 2 بالشكل ده. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى أنا دلوقتي أدي الواحد وأدي السبعين، أدي الخمسة وأدي 2 في العشرات. طيب نشوف أرقام كبيرة شوية، حاجة 563، يبقى أنا كده زودت الخانة بتاعت المئات، ماشي. في ايه في الاحاد؟ 3، 1 2 3 ده في الخرزات السفليه، في العشرات 6، يبقى واحده ادي ال50 بتاعه العشرات وادي واحده من الخرزات السفليه 500، يبقى اطلع الخرزه اللي في المئات ب 500. اجي امثل على العداد، ماشي. 3 يبقى ادي 1 2 3، ماشي. 6 اهي، 5 اهي، واضحة يا جماعة ولا مش واضحة؟ يبقى دي كده 563. طيب 411، هاجي هنا اهو، ادي ال 11، ادي 1 في الأحاد، 1 في العشرات، 4 خرزات في المئات، يبقى دي 1 أهي، 1 في العشرات، 4 يبقى 1 2 3 4 في المئات، يبقى 411. طيب أكبر شوية، 814، الأحاد في قلبها 4، 1 2 3 4، العشرات فيها 1، المئات فيها 8، أدي 5، أدي 500 بالخرزة العلوية و3 بالخرزات السفلية ب 300. أمثل على العداد، يبقى 1 2 3 4 وادي 1 في العشرات وادي 1 1 2 3
والخرزة العلوية يبقى تتمثل بالشكل ده. طيب ده تمثيل الأعداد الكبيرة. ناخد كمان مثال 823 في الأحاد 1 2 3. إن شاء الله تكون الفكرة كده وصلتكم. العشرات 1 2 800، أدي واحدة دي ب500 ودي 1 2 3. طيب أمثل إزاي على العداد؟ أتأكد برضو إنه كله محطوط في الوضع الطبيعي. 3 في العشرة في الأحاد 1 2 3، 2 في العشرات 1 2، 800 في المئات ادي 500 ودي 1 2 3، يبقى دي 300، يبقى دي 823. اخر مثال عندي 355، ادي 5 في الاحاد 5 في العشرات 1 2 3 في المئات ب300. تتمثل ازاي؟ ادي 5 في الاحاد 5 في العشرات 301 2 3 في المئات. واضح كده الرقم؟ طيب كده مثلنا الاعداد الكبيره. ان شاء الله الحصه الجايه هنتعلم ازاي ان احنا نجمع على العداد. والسلام عليكم ورحمه الله.